إذا اتفقتوا وياي أو اختلفت فمو مهم، بس لازم تعرف أن زيارة الأربعينية هي أهم حدث سنوي بالعالم بصورة عامة وبالإسلام بصورة خاصة. أنا ما راح أتحدى أحد ولا أقارن ويا أحد، بس جيب لي بلد أو ديانة أو مذهب بالعالم تسوي نفس اللي يسووه الشيعة الحقيقيين، وجيب لي فد مليون شخص يعوفون أعمالهم وسكنهم ومصالحهم وبيوتهم ويروحون بأماكن بعيدة وينامون بالشوارع ويشتغلون 24 ساعة حتى يوفرون أكل وشرب ومكان مريح وخدمة. كل دن يوفرونه بشكل مجاني للأطفال والنساء وشباب ورجال وعجائز. يروحون مشي المئات الكيلومترات بنص درجات الحرارة اللي الإنسان الطبيعي بيته ما يتحملها، على مود شخص استشهد قبل 1400 سنة. علي شو سويته كلها مثالية؟ وين السلبيات؟ أكو سلبيات وتشمر أرقام وعدم احترام، بس هاي الأفعال يصير عليها تهويل إعلامي أكثر مما هي موجود عليها بالواقع. فلكل حليم صبوة ولكل جواد كبوة، ولكل قاعدة لها شواذ. هاي الزيارة والحب هي شيء أعمى. الأربعينية وتفاصيلها هي الحجر الأساسي لقيام الدولة الحيدرية المنتظرة.